السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو رسالة خلال مؤتمر صحفي إلى الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وانتخبت الجزائر وليد صادي رئيسا لاتحادية كرة القدم. الرئيس الشاب للاتحاد الجزائري لكرة القدم سيواجه مصير كرة القدم في الجزائر حتى عام 2025، وهي انتخابات لن تمر دون أن يلاحظها أحد من قبل الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية. وبالفعل أرسل رئيس الفيفا أحر وأصدق التهاني إلى وليد صادي على مسؤولياته الجديدة، وأشاد إنفانتينو بقيادة وخبرته التي قال إنها سيكون لها بالتأكيد تأثيرا على تطور كرة القدم في الجزائر. كما أعلن رئيس الفيفا أنه يؤمن بإمكانيات كرة القدم الجزائرية، ويمكن للرئيس الجديد الاعتماد على دعمه الشخصي وكذلك مساعدة الفيفا لتحقيق هذا الهدف. ولضمان ذلك أكد جاني إنفانتينو أن أبواب الهيئة التي يرأسها مفتوحة دائما رياضة كرة القدم وتطويرها وتعزيز قيمها. كما هنأ رئيس الفيفا أعضاء المكتب الفيدرالي المنتخبين حديثا وتمنى للفريق بأكمله التوفيق والنجاح، وشدد على إدراكه لكل التحديات التي تنتظرهم. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.